السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. اليوم غادي نحضروا طعام على طريقة الغرب الجزائري، أو بالأحرى على طريقتي الخاصة، لأن في الغرب الجزائري نحضروا الطعام بالمرقة الحمراء، لكن كل وحدة وطريقتها الخاصة في تحضيره. غادي تشوفوا كيفاش نتحصلوا على مرقه تكون صافيه مثل نتاع الاعراس، وايضا كيفاش الخضر تكون محافظه على الشكل نتاعها، يعني ما تتفتتلكمش في المرقه. هذه الطريقة شفتوها معايا من قبل في تحضير الطعام العادي. اليوم غادي نستعملوا طعام دقيق القمح الكامل. ماذا بكم تبعوا معايا الفيديو من الاول للاخر باش تشوفوا جميع التفاصيل وينجح معكم هذا الطبق، خصوصا للمبتدئات، لانه اذا نجحتي في تحضير هذا الطبق غادي جميع الاطباق الاخرى تجيك سهله. والان سنمر مباشره الى المكونات وطريقه التحضير. بسم الله. غادي نحتاجو بالتقريب الى كيلو نتاع طعام وضعته في الاناء. هذا الطعام محضر بدقيق القمح الكامل، غادي تشوفوا الصوره نتاعه. بالنسبه للاخوات اللي ساكنين هنا في كندا، هذا الطعام شريته عند سوبر سي، ونفس الطريقة تقدروا تطبقوها على الطعام العادي. غادي الآن نوضعوا له الماء كمية معتبرة، يعني حتى تغطوه كامل، والماء هنا راه على درجة حرارة الغرفة، يعني ماشي بارد بزاف وما لازمش يكون دافي باش الطعام يتعجن لكمش. غادي تخلطوا هكا قليلا، وغادي نصفوا طعام من هذاك الماء. في الأول دائما حاضروا نزعوا فقط هذاك الماء اللي راه في المساحة العلوية باش هكا الطعام ما يهبط لكمش بالكسكس. من بعد تفرغوا جميع الكمية كما راكم تلاحظوا. من بعد هنا مباشرة توضعوه في القصعة، ما لازمش تخلوه بزاف في الكسكس باش ما يلصق لكمش ويتعجن. غادي الان نضيفوا له ملعقة كبيرة نتاع ملح وثلاث ملاعق كبار نتاع الزيت، باش من بعد ما يلصق لكمش مع بعضه بعض. وغادي تقعدوا هكا وكأنكم راكم تفتلوه باش هذاك الملح يذوب، وايضا تحلوه الا كان متلاصق مع بعضه بعض، يعني باش ما يكونش هناك كريات. وغادي نخلوه الان حتى ينشف تماما. من بعد هنايا كي من بعد ما نشف لي كما راكم تلاحظوا، غادي نشرح في عمليه التفوير تاعي، يعني غادي نفوروه في الكسكاس. هنايا الكسكاس غادي نوضع فيه جميع الكميه، ولازم يكون ناشف باش ما يتعجن لكمش. واني واضعه فوق النار القدر نتاع هذا الكسكاس باش نفوروه، ولازم الماء يكون يغلي، يعني ما تحطوش الكسكاس والماء مازال ما بداش يغلي، لان الطعام غادي يتعجن لكم في هذه الحاله. وهنايا بعد ما نوضعوا الكسكاس، الا شفتوا البخار يخرج لكم في هذيك الفتحه بين القدر والكسكاس، تقدروا تغلقوا عليه اما بقطعه قماش ولا فيلم اليمونتير، يعني بلاستيك غذائي. هنايا كي بعد ما تشوفوا البخار يخرج بكميه كبيره، ولازم المساحه العلويه تكون متماسكه. هنايا صاي الطعام فار للمره الاولى. غادي هنايا نوضعوه في القصعه، وانا دائما نشمخه بهذه الطريقه. والكميه نتاع الماء اللي استعملتها 3 كوب نتاع ماء دافي، ناكد دافي ما لازمش يكون بارد، ما يعادل 750 مليلتر نتاع ماء. ومن بعد تقعدوا هكا تحلوا فيه وتحركوا جيدا باش هذاك الطعام يشرب لكم هذاك الماء. وهنا كيفاش تعرفوا باللي الطعام ما خاصهش الماء؟ كي ترفدوا هكا بالملعقه لازم يكون شويه ثقيل، ما يكونش خفيف، يعني هنا راه شرب لكم مليح الماء. تقعدوا هنايا تحركوا حتى تشوفوه شرب هذيك الكميه نتاع الماء، وغادي نخلوه حتى يبرد تماما. بعد ما برد هنايا ونشف، تقعدوا تحلوا فيه بهذه الطريقه. وهنا ما غاديش تشوفوا باللي تكور لكم، يعني ما يكونش هناك كرات لاننا استعملنا الزيت في المره الاولى. ولا تكور لكم ولا استعملتوا نوعيه اخرى، يعني تقدروا في هذه المرحله قبل ما توضعوه في الكسكاس تصيروه بالبوسيار تاع البركوكس باش هكا تحلوا هذوك الكرات. من بعد هنايا وضعت نصف الكميه في الكسكاس، وغادي نوضعها طفور في القدر. من نشوفوا البخار خرج بكميه كبيره في المساحه العلويه، نضيفوا الكميه المتبقيه نتاع الطعام. ما لازمش توضعوها مره واحده، لان في هذه المره الطعام راه طري، وكي توضعوه مره واحده يمكن في الجهه السفليه يتعجن لكم. بعد هنايا نخلوه يفور، يعني غادي حتى تشوفوا هذاك البخار ايضا بكميه كبيره من المساحه العلويه، ومي تلمسوا تلقوه متماسك. هنايا راه فار للمره الثانيه. في هذه المره غادي نوضعوا له الزبده او المارغارين. انايا وضعت له السمن ملعقه كبيره ومارغارين، تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا على حسب الذوق نتاعكم. وبعد تفرغوا الطعام فوق هذيك الزبده وتقعدوا تخلطوا مليح حتى هذيك الزبده تذوب. وهذه المراحل تحت تحضير الطعام حضرتها في نفس الوقت وانا نحضر المرقه، يعني في الفيديو فصلت تحضير الطعام لوحده ومن بعد المرقه لوحدها. من بعد ما ذابت الزبده او الدهان، غادي الان نمر الى تحضير المرقه الحمراء.
غادي نوضعوا في القدر لحوم، اي لحوم كانت عندكم حاضره في البيت بيضاء او حمراء، وضعت معاها كميه نتاع الزيت زوج ملاعق كبار مع شويه ملح وايضا فلفل اسود. انا في الطعام ما نوضعش التوابل بزاف. غادي نوضعوا القدر فوق النار تكون متوسطه، نقعدوا نقلوا في هذاك اللحم حتى نشوفوا هكاك تقلى قليلا. والان غادي نضيفوا له 3 قطع نتاع بصل مقطعه الى شرائح، ومن بعد نغطوا القدر ونخلوه يتقلى. واضفت ايضا هنايا القرفه ملعقه صغيره وايضا الفلفل الاحمر ملعقه صغيره. غادي تخلطوا قليلا، تغطوا على القدر وتخلوا حتى هذاك البصل يدوب ويتكرمل. وهنايا النار راهي بين متوسطه وهاديه، دائما هذاك البصل كيدوب ويطلق الماء تاعه المرقه تاعكم تجيكم حلوه. هنا بعد ما داب البصل كامل كما راكم تلاحظوا، غادي نضيفوا الطماطم 3 قطع تاع طماطم راها مطحونه، ونستعمل انا دائما نوعيه تكون جيده، يعني تكون حمراء وتكون حلوه ماشي حامضه. هنايا غادي نخلطوا قليلا ومباشره غادي نمرقوا، يعني ما نخلوش الطماطم تطيب في هذاك النار باش من بعد ما تولي لكمش قارصه. هنايا اضفت كميه نتاع الماء، الكميه على حسب النوعيه نتاع اللحم. وهنايا اما تغطوه بالغطاء او تخلوه يطيب، لان اللحم اللي استعملته يطيب بالخف، ولا تغلقوا على 40 مينوت الا كان اللحم تاعكم ما يطيبش بالخف. هنايا بعد ما طاب اللحم نتاكد بواسطه السكين من نشوفوه باللي راه طري. هنا شنو غادي ندير؟ غادي ننزع اللحم ونخليه في صحن، اللحم صايره طايب. من بعد هذيك المرقه غادي نصفوها وننزعوا منها هذاك البصل. باش تتحصلوا على مرقه صافيه في هذه المرحله لازم تصفوها، لذلك البصل انايا ما رابيتاش، استعملته شرائح باش من بعد المرقه تاعنا من تهود تكون صافيه. كاين بزاف الاخوات اللي سقساوني على هذه المرقه كيفاش تجي صافيه، هذه هي الطريقه اللي نستعملها. كما راكم تلاحظوا هنايا المرقه راها لوحديها. والان غادي نحضروا هذاك الحمص مع العنب المجفف اللي نزينوا به الطعام من المساحه العلويه. كمية تاع عنب مجفف، نحيت له هذاك العيدان اللي راهم فيه وغسلته بالماء. من بعد وضعت له هنايا ملعقه كبيره تاع زبده وكاس تاع ماء وايضا ملعقه صغيره تاع سكر، لان هذا الزبيب ولا العنب المجفف راه شويه صامت. ونوضعه فوق نار متوسطه حتى تشوفوا هكاك هذاك العنب المجفف داب لكم. والان غادي نضيفوا له الحمص. هذا الحمص راه طايب، يعني نفخته من قبل وطيبته لوحده، ولا كان عندكم في الكونجيلاتور تقدروا تستعملوه، لكنه راه طايب يعني لما طيبتوش تقدروا تطيبوه في المرقه. والان غادي نوضعوا الكاسونه فوق النار ونقعدوا نخلطوا حتى نشوفوا هذيك المرقه نشفت. ومن بعد هذا الخليط هو اللي غادي نزينوا به الطعام في المساحه العلويه. وبالنسبه للمرقه المتبقيه عاود رجعتها في لاكوكوت مينوت. والان غادي نوضع الخضر، وضعت معها البطاطا مقطعه الى قطع كما راكم تلاحظوا، هنايا الجزر وايضا القرعه الخضراء او الكابويه الخضراء، تقدروا ايضا تزيدوا الكابويه الحمراء. ولو وضعتوا الكابويه الحمراء ما لازمش تقلعوا لها هذيك القشره باش من بعد ما تفتتلكمش وتذوب لكم في المرقه. والان غادي نغلقوا على لاكوكوت مينوت باش الخضر تقعد محافظه على الشكل تاعها والكميه تاع المرقه تقعد معتبره، يعني باش ما تنشف لكمش. شوفوا هنايا بعد ما طابت، يعني غلقت عليها وطيبتها، هنايا شوفوا كيفاش الخضر طابت مليح وايضا محافظه على الشكل نتاعها. والان سنمر مباشره الى طريقه التزيين تاع الطعام نتاعنا. وضعت الطعام في قصعه كما راكم تلاحظوا، ولا في طبسي ولا صحن كما تحبوا ولا زلافه. وضعت في الوسط اللحم هذاك، ومن بعد هنايا هذاك الخليط عند الحمص والعنب المجفف تزينوا بها هكا في الاطراف. دائما التزيين يبقى اختياري على حساب الذوق نتاعكم، انا اقترحت عليكم التزيين اللي استعملته. وهنايا الخضر توضعوهم بهذه الطريقه، وهذيك المرقه توضعوها في طاجين ولا فواله فوق الطابله، واللي بغى يزيد المرقه يزيد من بعد. وهنايا سقيته بشويه مرقه كما راكم تلاحظوا القوام نتاعها، شوفوا كيفاش تجي صافيه. بالنسبه لهذه الكميه نتاع كيلو طعام يقد يكفي لعشر اشخاص، يعني تقدروا توضعوا في هذوك الزلايف اللي نستعملهم بزاف في الغرب الجزائري، يرفد لكم زوج زلايف وكل زلافه ياكلوا فيها اما 4 أو 5 اشخاص. وفي مكان طعام بدقيق القمح الكامل تقدروا تستعملوا طعام العادي. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، وان شاء الله الوصفه نتاع اليوم تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ونقول لكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.